بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قصة أمطيري والهاجري. أمطيري عطله بن نور العوني أمطيري يعمل في سفارة خادم الحرمين الشريفين في فرنسا في باريس، وجاه الهاجري، والهاجري اسمه مبارك بن عبيد الهاجري، والهاجري جاء على سمعة أبو فهد. أبو فهد معروف بأفعاله الطيبة ورجال في خير، استقبله أبو فهد ورتب أموره هناك في فرنسا من السكن وخلاف ذلك. كان الهاجري جاي إلى فرنسا لعلاج أخته شفاها الله، وبعد مضي شهر أو شهر ونص تقريبا هم مع بعض، شعر أبو فهد على وجه الهاجري ضيقة، وقال سلامات يا أخوي عسى ما شر. وقال والله يا أبو فهد أنا خاطب لي وحدة من اليمن وباقي على المهلة تقريبا يومين أو ثلاث أيام، والمشكلة ما هي في المدة الباقية ثلاث أيام هذه ولا اليومين، المشكلة أن عاداتهم هناك في اليمن وخصوصا شيوخ القبائل، لأن أنا خاطبها بنت شيخ، من عاداتهم أنه لازم تتقدم بجاهية وجاهية كبيرة. قال أبو فهد أبشر يا أبو عبيد أمور إن شاء الله أنها محلولة. واتصل أبو فهد على أخوياه وزملاه في سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليمن في صنعاء، وعلمهم بالقصة، وقال الرجال عندي وبحجز له يجيكم وباكم تدبرون له من عندكم جاهية معتبرة يروحون معكم يم أبو البنت. وبالفعل الرياجيل ما قصروا، قالوا أبشر يا أبو فهد تامر أمر، ودبروا الجاهية، وكان في هذه الجاهية أحد شيوخ وأعيان من اليمن بما فيهم الأحمر، ومجموعة لهم مكانة في اليمن. وحجز أبو فهد للهاجري من فرنسا إلى صنعاء، وبعد ما حجز قال الهاجري أنا ناقصني المهر يا أبو فهد، وقال أبشر بعزك، وعطاه المهر أبو فهد. وسافر الهاجري من فرنسا إلى اليمن، واستقبلوها زملاء أبو فهد هناك في المطار، وراحوا بجاهية كبيرة مثل ما قلت لكم فيها بالأحمر وعدد من مشايخ في اليمن من قبائل وأعيان اليمن. وتمت الخطبة والملكة، وتزوج الهاجري. وكانت حقيقة أنا سمعت هذه القصة من أحد في مجالس مطير ومن رجالات مطير الكبار، وانقلوها لي ناس شهود أعيان كانوا يعملون مع أبو فهد في سفارة خادم الحرمين الشريفين في فرنسا. وأنا كتبت في هذه القصة قصيدة أتمنى أن تنول على إعجابكم. الطيب ولعه في رجال المروات، روس القروم اللي بعيد مداها، وشهامة أهل الطيب وأهل البطولات تبقى مخلدها الزمن ما محاها، وفزعة رفيع الشام ما تبغي إثبات، قصة بطل واللي شهدها رواها، قصة مطيري نخلده ببيات مع هاجري كل صعبة رقاها، قصة مطيري نخلده ببيات مع هاجري كل صعبة رقاها، والطيب بين الناس باقي ولا مات، وهذه فخر المطير يبقى صداها. وابو فهد دايم فعوله جزيلات، مواقفه بالطيب محد نساها، سطر بطولات بشتى المجالات ولا فيها اقوى غير جاء من وراها، سطر بطولات بشتى المجالات ولا فيها اقوى غير جاء من وراها، رعى الكرم لو هو بدار الخواجات عد الروى والكبد يقطع ظماها، عط الله العوني ولا بهم راوات، ابو فهد لو وصلت من تهاها، يوم انه بباريس حل الصعيبات، والهاجري لاخته يدور شفاها في زعله، وكرمه قبل الثقيلات اللي قوي العزم يقدر علىها، ولاحظ على وجه ابن هاجر علامات من ضيقة في الصدر، بيح خفاها وقال الخبر هات عساها سلامات، ولا فيه عله غير يوجد دواها، وقال الخبر هات عساها سلامات ولا فيه عله غير يوجد دواها، وقال البلا عشق البنات العفيفات وسط اليمن والحرب دارت رحاها، وقف وبدل ضيقته بابتسامات، ولا رد نفس الهاجري
عن هواها حجز له صنعة على طول بسكات ورتب له أمورا حسب ما يباها وارسل على شيخ القبيلة بجهات جهية يبطي مخيب رجاها وارسل على شيخ القبيلة جهات جهية يبطي مخيب رجاها وعقب العنا معشايب قال هيهات وافق بعد ما الله نفسه هداها عطاه بنته عقب طول المعانات والهاجري نفسه سعدها لقاها وابو فهد ساق المهر بالريالات فزعت اخو لخو ما يبغى جزاها يمطير يمطير السعد والجمالات هذا عطى الله والمواقف زهاها تفاخروا به يا رجال المهمات قصة بطل راسي طنخ من نقاها سطرتها يوم المواقف نبيلات مواقف رجال ينومس نباها سطرتها يوم المواقف نبيلات مواقف رجال ينومس نباها معروف طيب وعلم غانم وفزعات والله ما غير الشهم يقدر عليها والله ما غير الشهم يقدر عليها.